الجلسة العلمية المشتركة بين جامعة الكوفة وجامعة طهران، بين كليتي التربية المختلطة وكلية الأديان، في هذا الصباح المبارك من آخر شهر شعبان. نرحب أجمل الترحيب بالسيدين العميدين الأستاذ الدكتور رضا مفتاح عميد كلية الأديان، والأستاذ الدكتور سيروان الجنابي عميد كلية التربية المختلطة، والأساتذة الباحثين الذين سيسهمون بنقاشاتهم العلمية. عليكم السلام ورحمة الله. نعم دكتور حيدر. نعم. احنا صوتنا واضح دكتور قاعد. سلام عليكم. لديكم لدى عفوا نعم دكتور نعم مغلقة. دكتور واضح صوتي؟ دكتور حيدر نتوقع على الله. لا الآن كلها مغلقة، كلها مغلقة دكتور. نعم أغلقت الماكينة. نتوقع على الله دكتور حيدر. دكتور حيدر نتوقع على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. على بركة الله نبدأ افتتاحية الجلسة العلمية المشتركة بين جامعتي الكوفة وجامعة طهران، وبين كليتي التربية المختلطة وكلية الأديان. هذه الندوة العلمية التي ستحقق أواصر الترابط العلمي والمعرفي بين جامعتين عريقتين، وهذه الندوات العلمية تأتي ضمن سلسلة التعاون بين هذه الجامعتين. المشكلة مشكلة معاصرة تصدى لها الفقهاء والمفكرون، وسنسمع الكثير من المحاورات العلمية والمناقشات المستفيضة. سعادتنا واعتزازنا الكبيرين بأن نستضيف نخبة من علماء جامعة طهران العتيدة، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور رضا مفتاح عميد كلية الأديان، وكذلك العلامة الدكتور صادق نيا، وهم ممن شهدت لهم ساحات المعرفة والتواصل العلمي بكثير من المناقشات والأبحاث والكتب والمؤلفات والمصنفات. كما يسرنا أن نستضيف السيد عميد كلية التربية المختلطة الأستاذ الدكتور سيروان الجنابي،
ونخبة من الأساتذة الفضلاء في كلية التربية ممن اختصوا بالفقه الإسلامي والفكر الإسلامي. هذه الندوة العلمية ستكون على محورين أساسيين. المحور الأول يتركز حول العلاقة بين النص الكتابي والقانون الكنسي، والمحور الثاني يتركز على استراتيجية حل مشكلة الطلاق. قبل بدء هذه الجلسة العلمية المباركة في هذه الأسبوعة الجميلة، لابد من أن نستمع إلى كلمة عميد كلية الأديان الأستاذ الدكتور رضا مفتاح ليلقي كلمته بهذه المناسبة العلمية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین حسین. بنده به عنوان مسئول دانشکده ادیان در دانشگاه ادیان و مذاهب به جمع فرهیخته حاضر عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی دارم و امیدوارم که بتونیم نشست خوبی داشته باشیم. من جناب آقای دکتر ایمانی رو مسئول به ارتباطات بین‌الملل رو معرفی می‌کنم خدمت شما که صحبت افتتاحیه به عهده آقای ایمانی باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و اللهم نحن على أعقاب شهر فضيل شهر رمضان المبارك، وهنئكم بالمناسبة أحسن التحية وأحر التواني. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يكون علينا وعليكم التوفيق بالصيام والقيام وتلاوة القرآن إن شاء الله. باسم الأخ الأخي العزيز العميد في كلية الأديان الدكتور أحمد رضا مفتاح، جمع الحضور الإخوة والأخوات بهذه المناسبة، وأرجو من الله تبارك وتعالى أن تكون جلستنا جلسة مفيدة إن شاء الله. نحن في خدمة المحاضرين والأخوات والمحاضرات، نحن بخدمتكم. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور رضا مفتاح عميد كلية الأديان على هذه الكلمة الترحيبية المختصرة التي اختصرها من أجل إتاحة الوقت للباحثين. الآن جاء الدور للأستاذ الدكتور سروان الجنابي عميد كلية التربية المختلطة في جامعة الكوفة ليرحب بالسادة الحضور المشاركين في هذه الندوة العلمية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ابتداء أقدم الشكر الجزيل إلى الدكتور أحمد رضا مفتاح وإلى الدكتور إيماني لترحيبهم الجميل بنا في هذا اليوم، وأقول بأننا نتوق منذ زمن بعيد للتواصل المعرفي والتبادل العلمي مع جامعة طهران وخصوصا كلية الأديان، وذلك لوجود مشتركات معرفية كثيرة بيننا ولوجود أساتذة كبار في جامعتكم يمكن أن نفيد منهم، وكذا الحال فيما يخص جامعتنا. لذا يمكن أن نعد اليوم المبادرة العلمية الأولى التي تجمعنا معا بين أستاذين جليلين أو أستاذتين جليلتين من أستاذتين من أساتذتنا، وهما الدكتورة كراكب والدكتورة هاجر، وبين أستاذ كبير من أساتذتكم في هذا اليوم. وأحسن أن اليوم سوف يتناول أو نتناول في هذه الندوة إشكالية اجتماعية لها من الأهمية بمكان على مستوى ترابط المجتمع أو على مستوى تفكيكه،
لذلك نرغب في قابل الأيام في إقامة ندوات وورش ومؤتمرات علمية تتناول الإشكاليات المهمة في المجتمع، سواء كانت إشكاليات اقتصادية أو سياسية أو فكرية. أكرر ترحيبي وشكري بكم جميعا، وأرجو أن نتواصل معرفيا في المستقبل باستمرار. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم رمضان المبارك وصياما مقبولا وأجرا ثابتا للجميع. أكرر شكري لجميع السادة الأساتذة الكرام، شكرا جزيلا. أحسنتم دكتور، شكرا شكرا جزيلا. الدكتور سيروان الجنابي، صوت ما قاعد. افتح مني يا دكتور سيروان. شكرا جزيلا للدكتور سيروان جنابي على كلمته. شكرا جزيلا للدكتور سيروان الجنابي على كلمته التحيبية. ونبدأ على بركة الله، ومعذرة الخلل الفني، نبدأ على بركة الله الآن مع المحور الأول لهذه الجلسة العلمية الذي يتضمن عنوان العلاقة بين النص الكتابي، الطلاق بين النص الكتابي والقانون الكنسي. ونبدأ بالدكتورة الأستاذ المساعد الدكتور هاجر البهادي من كلية التربية المختلطة لإلقاء الورقة البحثية، فلتتفضل. مشكور. آله وصحبه المنتجبين، يسرني اليوم أن أكون أحد الباحثين في هذه الندوة المباركة. عنوان ندوتي هو الطلاق بين النص الكتابي والقانون الكنسي. قبل أن أتكلم عن الطلاق في الديانة المسيحية، لابد لي أن أشير إلى أمرين. الأول، ما هي مصادر التشريع في الديانة المسيحية؟ المصادر التشريع في الديانة المسيحية هي التوراة، أو ما يسمى بالعهد القديم. فشريعة اليهود هي شريعة للمسيح، وعندما جاء السيد المسيح عليه السلام لم ينكر تلك الشريعة أو يغيرها، وإنما قال إنما جئت لم أأتي لأنقض وإنما لأكمل. والمصدر الآخر هو العهد الجديد بأناجيله الأربعة وبالرسائل التعليمية الموجودة فيه. أما المصدر الثالث هي المجامع الكنسية، وفيما بعد أصبح هناك سلطة للقادة الروحانيين، ومن ثم وصل الأمر إلى عصمة الباب. فكل هذه الأمور هي مصادر للتشريع في الديانة المسيحية. لكن لا يفوتني أن أقول أن الديانة المسيحية هي ليست ديانة لإعطاء تشريعات، بقدر ما هي ديانة روحانية تركز على القيم الأخلاقية. فالتشريعات اللي كانت موجودة في الديانة اليهودية هي نفسها المعمول بها في الديانة المسيحية. وعندما أقول هذا الأمر أو أقدم ندوتي بهذا الكلام لعلاقته بموضوع الطلاق، لأن الطلاق في المسيحية لا يوجد طلاق، بينما كان هذا الأمر
مباح في الديانة اليهودية. كان هناك حق لليهودي أن يطلق، ويوجد اتجاهين في الديانة اليهودية. اتجاه متحرر يجيز الطلاق لأي سبب من الأسباب، واتجاه يضيق بعض الشيء يجيز الطلاق لعلة الزنا فقط. فإذا هذا كان الموجود، هذا المعمول فيه، وشريعة موسى هي نفسها شريعة التي عمل بها عيسى عليه السلام. هذا الأمر يعني هذا أولا. أما الأمر الثاني الذي قبل أن أتكلم فيه عن أحكام الطلاق في الديانة المسيحية، هو أسرار الكنيسة. من أسرار الكنيسة هو سر الزواج. فالزواج هو سر، يعني نعمة، هو نعمة من الله، هو عمل الله للإنسان. يعني هناك ارتباط طبيعي يكون بين رجل وامرأة، هذا الارتباط هو اختيار الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز هدر هذا الرباط لأي سبب من الأسباب، ولا يمكن أن ينقض أو نفك عرى هذه الرباط، هذه الرابطة التي اختارها الله سبحانه وتعالى. فالزواج هو نعمة من الله، هو سر من أسرار الكنيسة، هو عمل مقدس يتركز على الحب، على الإخلاص، على الأمانة. وهذا الارتباط يجب أن يكون بين رجل وامرأة واحد، لا يجوز التعدد، بينما التعدد كان موجود وين؟ في الديانة اليهودية. وهذا التركيز على أن يكون الارتباط برجل وامرأة واحد هو يعتبر، يعد حالة من الوسطية باتجاهات التفكير، لأن الديانة المسيحية الأصل عندها الرغبنة، الأفضل أن لا يتزوج الرجل أو المرأة إذا استطاع، لكن لتقليل فرص أو تقليل أو تجنب الوقوع في الزنا أو عدم قدرة الأشخاص على حياة التبتل، فارتأوا أن يكون بدل التعدد الذي كان في الديانة اليهودية الاكتفاء بواحد، وهذا الواحد هو أحدهما يكمل الآخر، وعلاقة من التكامل والذوبان تستمر إلى نهاية العمر. حقيقة هي تتركز هذه القضية على فلسفة أخلاقية عالية وراقية، وممكن لو الناس التزموا وتعلموا تعاليم المسيحية أو تعاليم الكنيسة قبل الدخول بعملية الزواج، هو ممكن أن يكون هذا الزواج ناجح ولا تقع أي مشاكل. لكن عندما هم لم ينضبطوا بتعاليم الكنيسة، آلت الأمور إلى وقوع هذه المشاكل، ويتطلب الأمر آنذاك حدوث مشكلة مثل الطلاق والتفكير بعلاجها. هم لماذا اكتفى بهذا الأمر ولم يلجأوا إلى الطلاق أو منع الطلاق؟ على اعتبار يجب أن يكون الشخص جاهز للزواج، بعد أن تكتمل أخلاقه ويعني تتلبسه تلك القيم المسيحية، ممكن أن يكون مسؤول عن هذا الموضوع وعن هذه العلاقة والحفاظ عليها إلى آخر العمر. لكن عندما لم يكن هو جاهز لهذا الأمر، ستؤول الأمور إلى مشاكل تحتاج إلى معالجات أخرى. هذا بخصوص الكلام عن الزواج. تكلمت عن التعاليم مصدرها، ثم عن الزواج. أنا موضوعي حقيقة هو ليس الزواج، وإنما موضوعي هو الطلاق، لكن هي المواضيع مترابطة فيما بينها. ما يمكننا أن نتكلم عن الطلاق في المسيحية إذا لم نتكلم عن الزواج، لأن لا وجود شيء اسمه طلاق، لا طلاق في المسيحية. هذا كما يسمى بالمنطقة قضية سالبة بانتفاء الموضوع. تكلم عن الزواج فقط. عندما الأمور أو النصوص التي أشارت إلى الطلاق في الكتاب المقدس، توجد عندنا مجموعة من النصوص. النصوص الكتابية الخاصة بالطلاق، لي أذكر من هذه النصوص ما ورد أكثر من نسبتي أنا. ليش بس؟ النصوص الكتابية التي تكلمت عن الطلاق ما ورد في إنجيل المعلم متى، وقيل هذا النص، وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته
إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقا فإنه يزني. وقول آخر يعني هو نفس المضمون لكن ورد بصورة أخرى، هو عندما جاء الفريسيون ليختبروا ليجربوا السيد المسيح، وهذا ديدنهم، هذه الطائفة المتطرفة من اليهود تحاول أن تصطاد بالماء العكر، تحاول أن توقع السيد المسيح لتظهر أنه متناقض مع شريعة موسى، لكن السيد المسيح كان إجاباته واضحة. فنفس هذا النص، فسألوه لماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم أن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. فهنا جاوبهم بمنطق اللي هم يعرفوه، أنه جواز الطلاق أذن موسى أذن، لكن لأي علة أذن موسى بجواز الطلاق؟ لقساوة قلوبكم، يعني لكي لا تصل الأمر، قد يصل أحدكم أن يقتل زوجته، أو أن الزوج يقتل، أو أن الزوجة تقتل زوجها، أذن بهذا الأمر، أذن بالطلاق، لكن ليس هو هذا الأصل. الأصل لا، منذ بدء الله الخلق خلق الزواج ولم يخلق الطلاق، لكن ليتخلص من هذه القضية أذن لكم، واشترطه بأن يعطي كتاب. هذا الكتاب دليل حال المحاكم الموجودة اليوم، أنه يتحمل الشخص نتيجة هذا التصرف، تصرف بالقول بالطلاق. وبنفس الوقت أيضا كي يتريث ليراجع نفسه قبل أن يرث بموضوع الطلاق، لعل هناك من العقلاء يقومون بكتابة هذا الكتاب ثم يحتكمون إلى المصالحة بدل الطلاق. فهكذا يفسر هذا النص. آنذاك التلاميذ، تلاميذ السيد المسيح، سألوه، قالوا له وإن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. هذا قول السيد المسيح. هناك تلاميذ سألوا، قالوا أن إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج، يعني لا خير في هذا الزواج إذا كان إنه إلا لعلة الزنا يطلق، وإذا طلق المطلقة لا يحق لها تتزوج مرة ثانية، والمطلق لا يحق له يتزوج مرة ثانية، فالأفضل أن لا يتزوج. فكانت إجابته، قال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذي أعطي لهم، لأن مثل هذا الأمر يعني هو يعده من أنعم الله عليه أن يتمسك بالحالة من المثالية وفهم متعمق للدين بإمكانه أن لا يتزوج، لكن ليس هو الأصل. فكلامكم هذا مردود عليكم عندما تقولون لا يتوافق مع الزواج أو لا خير في الزواج، بل الأصل أنه الإنسان هو أن يتزوج. فهذه النصوص هي تقريب الموجودة في الديانة المسيحية، تقريب 3 نصوص بالأناجيل، وكلها لا تعطي شرعية للزواج، عفوا للطلاق. كل ما في الأمر هي تحلل نص السيد النبي موسى عليه السلام، وهي عبارة عن إجابات لمن يتصيد بالماء العكر ويحاول أن يوقع السيد المسيح يعني بلسانه بأنه يناقض شريعة موسى عليه السلام الذي قال إنها هي شريعة للمسيحيين كذلك. فمن خلال النصوص الموجودة بالأناجيل ممكن أن نستخلص الآتي فيما يتعلق بموضوع الطلاق. أولا، أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا فإنه يجعلها تزني، يعني أي شخص يطلق زوجته لغير علة الزنا راح يكون سببا في أنها تزني. والثاني، أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا وتزوج بأخرى يزني عليها، يعني لا يجوز له أن يتزوج بحجة أنه طلق امرأته، كذلك هو يزني. وأن من تزوج بمطلقة من رجل أيضا يزني. وأن المرأة أيضا إذا طلقت زوجها لغير علة الزنا وتزوجت بآخر تزني. فهذه الأمور كلها حدود لا يجوز للشخص المسيحي أو من يؤمن بتعاليم الديانة المسيحية أن يغيرها، تعتبر هذه عقيدة، هذه من العقائد الثابتة التي ينص عليها الإيمان المسيحي، ليس لهم أن يغيروها مطلقا. ولهذا نلاحظ أنه دعوات للاحتكام إلى المحاكم المدنية، لأن المحاكم الروحية أو الكنسية لا تجيز هذا الأمر لأي سبب من الأسباب. أيضا من المهم أن نقول هذا الأمر،
الديانة اليهودية بنصوص ركزت على قضية أن ما جمعه الله لن يفرقه الإنسان، وأنا ذكرت بالبداية يعتبر الرابط بهذا الزواج هو الله سبحانه وتعالى. يعني هناك علاقة ثلاثية بهذا موضوع الزواج، الرجل والمرأة والله، فهو اختيار الله، فما ممكن أن يفرقه الإنسان، كل ما جمعه الله هو لن يفرقه الإنسان. وهذا المعنى الذي يجمعه الروح القدس في سر الزيجة، من يقول سر الزيجة يعني هي أمر مقدس، أنه جزء من الدين، لا تملك الكنيسة بأي إنسان أو لأي إنسان ولا أي طرف في الزواج أن يفرقه. أيضا من البدء لم يكن هناك طلاق واردا في قصد الله، عندما بارك آدم وحواء وجمعهما برباط لا ينفصل لأي إنسان. هذا المستفاد من هذه النصوص الموجودة في الأناجيل. الآن أتي إلى الكنيسة الكاثوليكية، ماذا يقول المذهب الكاثوليكي؟ احنا نعرف جميعا أن الديانة المسيحية هي فيها الطوائف الحاكمة أو الرئيسية الكاثوليكية، وهي تسمى الكنيسة الغربية والأرثوذكس، وتسمى الكنيسة الشرقية والبروتستانت. فالكنيسة الكاثوليكية منعت منعا باتا الطلاق، حيث ينظر له بمثابة الخطيئة، لكن وجدت حل أنها تجيز التفرقة الجسمية بين الزوجين، ممكن أن يكون بالبيت معا لكن هناك تفريق بين الزوجين في حال وجدت الخيانة الزوجية. فصفة الزوجية تبقى مستمرة لكن يعني يفترقون جسميا، بينما المذهب البروتستانتي اللي هو يعد معاصرا أو هو انقلاب على الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية والتفسيرات الموجودة بهذه الكنائس، وعدت أنه المصدر الوحيد للتشريع المسيحي هو الإنجيل، ومن حق أي شخص أن يفهم هذا الإنجيل ليس حصرا على الناس الموجودين أو القيمين بالكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية. البروتستانت أجازوا الطلاق وقيدوه أيضا بسببين، إن هو الزنا أو اعتناق شخص لديانة أخرى. إذن الكنيسة الكاثوليكية لا تبطل زواجا صحيحا أبدا، أي زواج، عقد زواج صحيح لا تبطله، لكن ممكن قبل الزواج، قبل أن يحصل زواج فعلي، لها أن تتدخل، تقوم بعملية تطليق أو مثل ما نسميه إحنا فسخ وليس طلاق، إذا كان هذا العقد يعني غير كاملا ينقصه شيء، مثل أنه الشخص أحد الزوجين مصاب بمرض الجنون أو بمرض العنة أو من هذه الأمور التي لا تستطيع أن تديم العلاقة الزوجية، أو يعني مثلا لا يوجد شهود في هذا العقد. كل هذه الأمور بإمكان أنه الكنيسة هي التي تقوم بالتفريق، وليس الشخص هو الذي يطلب له حق طلب الطلاق. يعني هذا أهم ما يقال عن الكلام، حقيقة كثير، لكن احنا كنا نركز على الكنيسة الكاثوليكية وأهم ما جاءت به الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الأرثوذكسية أوجدت مجموعة من التشريعات تحاول أن توسط الأمور، لكن ترجع إلى النص الأصلي دائما وتقول لا طلاق إلا لعلة الزنا أو اعتناق دين آخر. ونلاحظ أن هذه أزمة من سنين لم تنتهي، من قرون لم تنتهي، وتحاول الناس المسيحيون يلجؤون إلى الزواج المدني سواء في الغرب أو في الشرق ليجدوا حل لمشاكلهم، لأن الكنيسة لا تعترف بهذا الزواج أصلا، الزواج المدني لا تعترف به الكنائس، ولا يعد زواجا صحيحا إلا أن يكون بالكنيسة وبمباركة الكاهن أو القس، هو الذي يقوم بعملية الزواج ويأخذ من الشروط عليهما قبل أن يبدأ هذا العقد. هذا أهم ما يقال عن الديانة المسيحية وعن هذا الموضوع، والآن أترك الكلام للباحث الآخر والمناقشات، ولكم الشكر على شكرا جزيلا الدكتورة هاجر البهادي على هذه الورقة البحثية المفصلة، والتي فصلت بها ما دار من مشكلة الطلاق في فقه الأسرة في المجتمع العالمي. الآن مع الورقة البحثية الثانية للأستاذ الدكتور أحمد رضا مفتاح عميد كلية الأديان، فليتفضل مشكورا بإلقاء بحثه
ضمن محور الجلسة الموسومة الطلاق بين النص الكتابي والقانون الكنسي. فليتفضل مشكورا. طرح الأساتذة الأفاضل الذين سبقوني إشكالية مهمة في الأديان السماوية التي سبقت الإسلام، وهي إشكالية الطلاق. ونحن اليوم سنتعرض بشكل سريع لعله يحتاج منا، وأنا هذا ما أقدمه اليوم، لدي فيه كتاب كامل في كيفية عمل الإسلام دستورا بإمكانه أن يخلصنا من قضية الطلاق إذا ما التزمنا بتعاليمه الكاملة. فبحثي اليوم هو معكم استراتيجية مكافحة الطلاق في التشريع الإسلامي الإمامية النموذجة. واليوم إن شاء الله نبدأ في يعني مقدمتنا أساسا بأنه نقول أن الله سبحانه وتعالى أنعم على البشرية وفرض عليها أنه تمام الأرض وكمالها واستمرارها لا يكون إلا بارتباط الزوجين الذكر والأنثى في كل شيء في الأرض، في النبات والحيوان والإنسان، وجعل فيه أيضا الاستقرار النفسي الذي من خلاله القرآن الكريم نستفيده عندما يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه ليست فقط لأجل الاستمرارية، وإنما لأجل الراحة النفسية أنه يرتبط الزوجان الذكر والأنثى. ولكن إذا ما حصل أن هنا هذه الرحمة انقطعت وهذه المودة انقطعت، فقال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. الاستراتيجية التي تبعها الإسلام هي كالآتي: في كل أنظمة الإسلام توجد عدة مراحل من أجل أن نقضي على مسألة مهمة أو ظاهرة من جذورها، وليس أن نعالجها بالترقيع، وإنما نعمل عليها على اجتثاثها من أصلها. فلنبدأ أولا بالمرحلة الوقائية من المكافحة الطلاق. فجعل في البداية ضوابط للاختلاط ما بين الجنسين من خلال الحجاب الشرعي والتصرفات، الكلام، المشي، غض البصر في كل شيء، وأباح لهم بمقدار الضرورة وفي ميادين العلم وفي العبادة وفي العمل وفي الجهاد الاختلاط هذا. فهذا هذه الضوابط وهذه الموانع تجعل أنه من الشاب أو من الرجل ومن الشابة والمرأة أنها تلجأ إلى الطريق السليم وهو الزواج لإرضاء الرغبات. أيضا أنه الإسلام عندما جاء ألغى قضية التبتل والرهبنة والانقطاع إلى العبادة على حساب الفطرة الإنسانية التي خلق الله الناس عليها. فهذه بالتالي أعطت الحق لكل من في الأرض حق الزواج واستمرار الحياة الطبيعية عبر الاتصال مع الآخر. أيضا يرد لنا في يعني في المرحلة الأولى أنه كثير من الآيات وكثير من والسنة مليئة من قول الرسول وقول المعصوم بالحث والتشجيع على الزواج، ولا سيما في الزواج المبكر. ونحن نعلم بأنه طاقة الإنسان هي كلما كانت تكون عادة في السن المبكر. أيضا جعل الزواج في المرحلة الأولى أيضا جعله مبدأ التنظيم، لا هو مباح مطلقا ولا هو مغلق مطلقا، فبالتالي تكون هنالك عملية تنظيمية في الدخول إلى الزواج. المرحلة الثانية هي مرحلة الإجرائية للإنسان اللي هي وضع فيها قوانين يجب أن يلتزم بها الإنسان، ومن خلالها يستطيع أن ينظم زواجه. كما قالت الدكتورة قبل قليل بأنه نحن لابد لنا من الحديث، نحن نريد أن نتكلم في الطلاق ولكن لابد لنا أن نمر مرورا على الزواج، لأن تقريبا هنا في الطلاق إن ردنا أن نكافح ونعرف الشيء بضده. فأول مرحلة إجرائية هي مبدأ اختيار الزوجين الصالحين، ووضع مبدأين مهمين، ولعله الأحاديث في هذا الموضوع كثيرة والسنة مليئة في اختيار معايير أهمهما الدين والخلق.
ثم القانون الثاني الذي وضعه أنه أوجب وجود بذل مالي في الزواج والذي يسمى في المهر. نحن نعلم بأنه فاطمة عليه السلام هي سيدة النساء لا تثمن بثمن، وعلي بن أبي طالب معروف عند رسول الله، ولكنه أوجب عليه المهر مع العلم أنه علي بن أبي طالب كان حاله غير ميسور، فأوجب المهر ليعلمنا بأن الزواج مسؤولية وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية. المبدأ الثالث هو مبدأ أو قانون الإباحة لرؤية الخطيبين بعضهما بعضا، ونحن نعلم بأنه إذا كان للرجل حق في رؤية الخطيبة فللمرأة الحق الأكبر، باعتبارها أنها ليس لديها خيارات أكبر، كما للرجل باعتبار أن لديها زوجا واحدا والطلاق ليس في يدها، بينما الرجل لديه حق الإشراك بأربع زوجات مباح له، وأيضا لديه حق الطلاق. جعل القانون الثالث أن فلسفة الإيجاب تكون بيد الزوجة، وهذه لها فلسفتها، أن القبول أساسا عندما يكون الإيجاب من المرأة دليل على قبولها وموافقتها، وأنها هي المسؤولة عن هذا الأمر الذي سيتم، وأيضا إعطائها المكانة. وفلسفة هذه القوانين كثيرة. مبدأ حق العدالة في تعدد الزوجات، هذا بحد ذاته أيضا مبدأ العدالة يجعل استمرار الزواج قائما. إعطاء الزوجين كل منهما حقوق وواجبات هامة، منها حق وآداب المعاشرة بالمعروف والعشرة الحسنة وحق الأمانة وحق التوارث ومبدأ الطاعة للزوج أو الرجل وحق النفقة والسكنة للمرأة. نجد هناك اختلافات بين هذا وذاك، وبين وهنالك أيضا حقوق مشتركة. كل هذه لو تمت في القوانين بشكل كامل بالتالي تؤدي بنا إلى زواج ناجح. الآن الزواج لم ينجح وبدأت المشاكل، فكيف يتعامل الإسلام في المرحلة الثالثة في علاج المشاكل التي ستحدث فيما بعد بين الزوجين؟ لدينا في القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم دونا عن غيره أوجد آيات النشوز سواء للرجل أو المرأة بين آياته، وذلك لأهمية الموضوع وكثيرة الإشكالات التي أثرت عليه، ولكن نقول بأن هذه الإشكالات لا تؤدي بنا بالتالي إلى أن يعني نترك كلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني في نهاية الآية أنا أريد أن أختصر أنه إذا عادت الأمور إلى مجال الله تعيدوا التذكار والإساءة وتكرار ما حصل بينكم، أما إذا حصل من الزوج فبالتالي لا نستطيع أن نعالج بنفس الطريقة النشوز الذي حصل بينهما، بل نسمح لطرف ثالث أن يدخل بينهما ويعمل على المصالحة، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. هنا نجد أنه الآلية مختلفة في معالجة نشوز المرأة عن نشوز الزوج، ونعبر مرحلة ثالثة اللي هي مرحلة المشاكل، ولعلنا لم نستطع أن نحل المشكلة فنلجأ إلى ماذا؟ إلى أسوأ الحلول، وهو أبغض الأمور الطلاق. في الآيات القرآنية الكثيرة يعني الموجودة عندي، لدينا كثير من الآيات التي من خلالها نستطيع أن نستفيد من الآداب الأخلاقية الموجودة في الطلاق. مثلا عندما يقول القرآن الكريم جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ونحن نعلم بأن الإحسان أعلى مرتبة من المعروف، وجعل ذلك العلاقة التي بينهما هي من حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا فيه أيضا إعطاء للمرأة الحق في أن تفتدي نفسها بالخلع لكي لا يحصل عليها ظلما، لأننا كما نعلم أن الطلاق هو سيكون بيد الزوج،
فحتى انه اعطاها الحق المشروط بالافتداء، لان الطلاق في اصله فيه امورا ماليه والتزامات وتبعات تقع على الزوج فيما لو استطاعت المرأة ان يكون لها هذا الحق، يعني في كل وقت هي تشاء ان تتطلق، بالتاكيد كل الامور يعني تنحرف الى الزوج، فاعطاها حقا مشروطا. فان كانت فعلا مظلومه في حياتها مع زوجها فلها ان تفتدي نفسها بالتنازل عن مهرها او غيره. ايضا وان طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. وايضا يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وايضا لدينا ايات اخرى تقول ان المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، يعني جعل موعد العدة الذي تمر به المرأة التي هي فترة الرجعة مجالا للإصلاح، يعني أخر خروج المرأة من بيتها، أخر أن يكون الطلاق بائنا، أعطاهم فرصة القروء 3 بأنها تستطيع أن تعود إلى الزوج. في الآية نفسها يقول وللرجال وبعولتهن أحق بردهن، يعني أيضا أعطى أنه فيما لو تعارض 2 أو 3 أعطى الحق للزوج في إرجاع زوجته. وأيضا للمطلقة نصف مهرها إن كانت غير مدخول بها، والمهر كاملا المدخول بها، ومتعة الطلاق لمن كانت أيضا ليس لها مهرا مسمى. وهذه كلها آداب أخلاقية بإمكاننا أنها يعني نأخذها من خلال الآيات الكريمة. عبرنا الآن مرحلة الطلاق عند الجميع المذاهب، وحصل الطلاق وبإمكاننا أننا لحد الآن لم نستطع أن نجد موانع شديدة في الطلاق، لكننا عندما ندخل إلى المذهب الإمامي نجد أنه عند المذهب الإمامي تشديدات كثيرة بإمكاننا أنه نستعرضها سريعا ونجد كيف أنها تصبح مانعا من أو مفلترا لقضية الطلاق. مثلا الطلاق عند الإمامي لا يكون إلا بلفظ الطلاق، فعند المذاهب الأخرى يقول إذا قال اذهبي على غاربك أو أنني قطعت وصلك أو أنك اذهبي ولا تعودي وغيرها، تعد من الصيغ التي يعتمدونها في مسألة الطلاق، بينما الإمامية اشترطت للزوج أن يقول لزوجته أنت طالق أو يا فلانة طالق أو زوجتي فلانة طالق. أيضا من الشروط الأخرى أن تكون المرأة طاهرة، ونعلم أنه بعض المشاكل التي تحدث هي بسبب انفصال الزوجين، فيقول أنه في مرحلة الزوجة تكون غير طاهرة نعطي فرصة أطول لمراجعة الزوجين. أيضا وجود الإشهاد وهو أمر غاية في الأهمية، وهنالك أيضا شروط في الشهود، يعني ليس فقط أنه يطلب شهودا وإنما يجب أن يكون هنالك شروطا في الشهود. وعادة في الخلافات الزوجية التي تحدث في غرف الأزواج وربما لا يطلعون عليها حتى أبنائهم أو حتى آبائهم وأمهاتهم، تكون هنالك انعدام قضية الشاهد، فإن لم يكن هنالك شاهدا وشاهدا عدلا ويكون قد سمع لفظ الطلاق لا يحصل الطلاق. أيضا عندنا الاختيار والبلوغ والقصد والعقل وغيرها، كل هذه أنه الإنسان لا يكون فيها مكرها ويكون عاقلا، بالتالي يراجع نفسه كثيرا في مسألة الطلاق. قضية أخرى أيضا عند الإمامية وهي الطلاق 3 أو الطلاق 3 بلفظ واحد أو في مجلس واحد، هذه لا يعتد بها ولا يكون العمل بها إلا طلاق وعدة طلاق وعدة طلاق وعدة، ومن ثم يحصل هنالك نسميها الطلقات 3، فعليه أن هذه الطلقات تصبح يعني نوعا ما غير معتد بها. ومن منفردات الإمامية أيضا الطلاق المعلق على شرط أو المضاف إلى مستقبل، لا يعمل الإمامية لا بالطلاق المعلق على شرط ولا بالمضاف إلى مستقبل. وبهذه الشروط
نصل إلى أن الإمامية في شروطهم قد عقدوا قضية الطلاق. نحن نعلم بأن الإمامية لا تشترط الشهود في الزواج ولكن اشترطتها في الطلاق، فهي تبيح لتيسير أمر الزواج وتعقد أمر الطلاق، فهي تحد كثيرا من وقوع الطلاق الذي يكون غالبا بسبب الغضب وانفلات العقل وانفلات اللسان وأيضا التشديد في الألفاظ وغيرها. أيضا نصل إلى نتيجة مهمة في هذا العرض وهي شمولية التشريع الإسلامي لكونه إلهيا وخاتم الشرائع، وهنالك تكامل بين التشريعات في داخل النظام الإسلامي، بعضها يكمل بعضا، كما أن اتباع الضوابط يؤدي بالتالي إلى أن نبعد كثيرا من قضية الطلاق. وأيضا لا تحل مسألة الطلاق إلا إذا ما اعتنقنا مذهب أو قانون الإمامية في الطلاق، لكي تصبح المنظومة فعلا منظومة استراتيجية كاملة في مكافحة الطلاق، تبدأ من العملية الوقائية إلى حد العملية العلاجية. وفي الأخير نقدم توصية إلى جميع الأديان ونقول إن دين محمد صلى الله عليه وآله مفتوح للجميع ويعترف بكل الأديان، ونتمنى على الأديان الأخرى تستجيب من التجربة الإسلامية أو تشريع، لا نقول تجربة، من التشريع الإسلامي بكل أهدافه، فلعلهم بذلك يستطيعون أن يصلوا. طبعا لدينا كثير من الأمور التي تخص الخلع وغيرها، ولكن هذا ما يسعفنا به الوقت، ونقول قولنا هذا ونشكر المستمعين وشكرا لكم، وإن شاء الله نلتقيكم على خير. والكلام الآن للدكتور علي خضير حج. شكرا للأستاذة الدكتور كواكب الفاضلي، ونعتذر من السادة الأساتذة الفضلاء في جامعة طهران لوجود هذه المشاكل الفنية، وفاتني أن أقدم شكري وتقديري لكل الأخوة والأساتذة العلماء والأخوات الفضليات الذين ساهموا بشكل فعال في هذه الندوة العلمية. إذا كان هناك مجال للمداخلات والمناقشات فليتفضل الأساتذة الأفاضل، فهناك من الأستاذة الفاضلات حاضرات إن شاء الله في المناقشة العلمية.